تفتتح مساء غد الخميس منافسات الجولة 22 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين بإقامة 3 مباريات. فعلى ملعبه ببريدة يستضيف فريق الرائد صاحب المركز 14 ب20 نقطة نظيره الفيحاء الذي يحتل المرتبة 10 ب25 نقطة عند 5 مساء. الرائد كان قد تعادل في الجولة الماضية خارج أرضه مع الرياض بهدف لمثله، فيما انتصر الفيحاء على ضيفه أبها ب3 أهداف لهدفين. فنيا يقود الرائد الكرواتي إيغور يوفيتشيفيتش الذي خاض معه الفريق 21 مباراة، انتصر في 5 وتعادل في 5 وتلقى الخسارة في 11 لقاء. أما الفيحاء فيشرف عليه الصربي رازوفيتش الذي قاد الفريق في 21 مواجهة، انتصر في 6 وتعادل في 7 وخسر 8 لقاءات. في وسط الملعب باتجاه خالد السبيعي إلى نورما العرضية، الله الله الله، وصل التحدي وعن طريق هدافه الكبير سكالة، لعبها سكالة نفسها، سكالة خلصها خلصها. وفي اللقاء الثاني يلتقي فريق الوحدة 9 الترتيب ب26 نقطة بضيفه التعاون صاحب المقعد الرابع ب38 نقطة على أرض استاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بمكة المكرمة عند 5 مساء. الوحدة كان قد خسر في الجولة الماضية من الاتحاد ب2 هدف في جدة، بينما كسب التعاون الأخدود ب3 أهداف لهدف في بريدة. فنيا يقود الوحدة دونيس الذي أشرف على الفرسان في 21 لقاء، انتصر في 8 وتعادل في 2 وتلقى الخسارة في 11 لقاء. فيما يقود التعاون المدرب البرازيلي شاموسكا الذي لعب مع السكري 21 مباراة، انتصر في 11 وتعادل في 5 وخسر 5 لقاءات. مع كثير من الذكريات والتاريخ الطويل، كرة أمامية خطيرة لبودين داخل منطقة الجزاء بكرة عرضية خطيرة. وفي 3 المواجهات يستقبل النصر صاحب الوصافة ب52 نقطة، الحزم متذيل الترتيب ب14 نقطة على ملعب الأول بارك عند 8 مساء. النصر نجح في كسب آخر مبارياته أمام الشباب ب3 أهداف لهدفين، أما الحزم فتعادل مع الخليج ب1 هدف. فنيا يتولى البرتغالي لويس كاسترو الدفة الفنية في النصر وخاض معه 21 مواجهة، انتصر في 17 وتعادل في 1 وخسر 3 مباريات. في المقابل يقود الأوروغوياني كارينيو الحزم فنيا، حيث أشرف عليه في 12 مباراة، انتصر في 2 وتعادل في 5 وخسر 5 مواجهات. الكرة فيها مرور، فيها بينية، فيها تلسكا، فيها تلسكا، الله 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 الله. المحاولة الآن للحزم، عرضية خطيرة، سيري كورتوكو.